أول شي، ما هي شاشة سطح المكتب؟ ما هو الديسكتوب؟ نيجي نعرف كلمة ديسكتوب. طبعا أنت تحفظ لي اسمها بالإنجليزي وبالعربي، لأن ممكن بالامتحان أجيب لك الاسم الإنجليزي أو العربي وأقول لك عرف لي، فلازم أنت تعرف هذا شنو أقصد به. نيجي على تعريف سطح المكتب، هو الشاشة الملونة التي تظهر أمام المستخدم بعد تشغيل الحاسوب. شوف هاي الصورة قدامنا، هي هاي الشاشة الملونة اللي تظهر قدام المستخدم عند تشغيل الحاسوب، وتعد الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز. تعد الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز التي تمكن المستخدم من التحكم بجهاز الحاسوب بشكل كامل. احنا اذا فتحنا الحاسوب وطلعت عندنا الديسكتوب نقدر نتحكم بالحاسوب بشكل كامل. طيب شلون اتحكم اني بالحاسوب؟ اكو طريقتين للتحكم بالحاسوب، شنن؟ بواسطة الفأرة. بهاي الطريقة يعتمد المستخدم على الفأرة المتصلة بالحاسوب أو الملحقة بالحواسيب المحمولة. إذا عندنا نوعين، أما فأرة متصلة بالحاسوب أو ملحقة بالحواسيب المحمولة. من أجل أنه نتعامل ويا هاي الأيقونات والقوائم والنوافذ المنبثقة ومربعات الحوار التابعة لنظام ويندوز نستخدم الفأرة. يعني احنا ما نقدر نشغل اي ايقونه او اي قائمه او اي شغله بالديسكتوب اذا ما اني احرك مؤشر الفاره ويصير عليها. باء، التحكم بواسطه اليد. هاي طريقه حديثه من طرائق التحكم بالحاسوب. التحكم بواسطه اليد هي من الطرائق الحديثه للتحكم بالحاسوب، ظهرت مع ظهور فكره شاشات اللمس المدعومه من انظمه تشغيل ويندوز. شوف هاي الشاشه قدامنا بالصوره، هاي شاشات لمس مدعومه من أنظمة تشغيل ويندوز، تستخدم أما أقلام خاصة لهذا النوع أو نقدر نستخدم أصابع اليد على مود نتحكم بالتطبيقات الموجودة على سطح المكتب. يعني مثل ما ملاحظين هنا، نشوف هذا المستخدم ده يضغط على الأيقونة على مود يفتحها أو ينقلها من مكان إلى مكان باستخدام إيده بدون ما يستخدم الفأرة. تمام، نجي على ما هي مكونات شاشة سطح المكتب. تتكون شاشة سطح المكتب من 4 أشياء. تمام، تتكون شاشة سطح المكتب من 4 أشياء. أول شيء عندنا الأيقونات. شنو تعريف الأيقونات؟ هي عبارة عن صور أو رموز مصغرة، صور أو رموز مصغرة. مثل ما ملاحظين قدامنا هنا، يعني عندي ملف PDF مال دراسات تحليلية مثلا، أني على شكل صورة مصغرة أعرف أنه هذا ملف PDF اللي يكون هيك شكله. مثلا عندنا في شيء مسويته بحث يكون على شكل ملف ثاني. تمام، فنعيد، الايقونات او الايكونز هي عبارة عن صور او رموز مصغرة توفر امكانية الوصول السريع للملفات والمجلدات والبرامج المخزنة داخل الحاسوب وتنتشر على سطح المكتب. طبعا هي اهم شيء بها هاي الايقونات انه هي توفر امكانية وصول سريع للملفات. يعني مثلا اني عندي فيديو حاولت بالفيديوز بماي كمبيوتر بملف سي، تمام، اني بدل ما اروح ادخل على ماي كمبيوتر على ملف سي وعلى ماي فيديوز وعلى الفيديو، شغلة طويلة، اني رأسا اسوي له نسخ وخليه بالديسكتوب على شكل أيقونة بحيث أنه يكون وصولي سريع إلى، بس أفتح شاشة سطح المكتب ألقاه موجود وأضغط عليه. ما هي أنواع الأيقونات؟ توجد 4 أنواع من الأيقونات بنظام التشغيل ويندوز. شنو هذني الـ4 أنواع؟ أولا الأيقونات الرئيسية. أولا الأيقونات الرئيسية تسمى في بعض الأحيان بأيقونات نظام ويندوز. تأتي هاي الأيقونات مع نظام تشغيل ويندوز، يعني هي من أول ما تشتري الحاسبة هي تلقى بيها هذني الأيقونات. تظهر على سطح المكتب بعد تثبيت نظام التشغيل مباشرة. أول ما أثبت نظام التشغيل تظهر هاي الأيقونات الرئيسية. تشمل 5 أيقونات رئيسية، شنن؟ أول أيقونة أيقونة جهاز الحاسوب اللي هي هاتها قدامنا بالصورة. أيقونة جهاز الحاسوب نستطيع عن طريق هذه الأيقونة الوصول إلى جميع وحدات الخزن المرتبطة مع الحاسوب، فضلا عن إمكانية الوصول إلى بعض المجلدات الرئيسية مثل ديسكتوب، 3D Objects، Documents. نعيد، أيقونة جهاز الحاسوب اللي مرات اسمها أما PC أو My Computer
نستطيع عن طريق هاي الأيقونة الوصول إلى جميع عدد الخزن المرتبطة مع الحاسوب. يعني شو كل شيء أنا نزلت على الحاسوب أقدر ألقاه بماي كمبيوتر. وبالإضافة لهذا نقدر نوصل إلى بعض المجلدات الرئيسية اللي منها الديسكتوب والثري دي أوبجكتيفز والدوكيومنتس وغيرها أكيد. تمام. ثاني أيقونة اللي هي أيقونة الملف الشخصي اللي هي دوكيومنتس، تسمى بعض الأحيان باسم ملفاتي الدوكيومنتس أو ملفاتي. تسمى هذه الأيقونة دائما باسم مستخدم جهاز الحاسوب. يعني أنا أما أكتب الاسم مالتي أو اسم الشخص المستخدم الحاسوب أو أتركها مثل ما هي، يعني مكتوب ملفاتي أو دوكيومنتس وما ألعب بها. تمام. فتسمى بعض الأحيان باسم ملفاتي أو تسمى باسم مستخدم جهاز الحاسوب. وعن طريق هاي النافذة نستطيع الوصول إلى المجلدات الرئيسية لنظام التشغيل. يعني من أدخل عليها ألقى الداونلودز، التنزيلات، والديسكتوب سطح المكتب، والكونتاكتس التواصل بينه وبين جهاز حاسوب آخر، والدوكيومنتس الملفات ولا آخره. تمام. وحتى البيكتشرز والفيديوز كلها نلقاها هنا. أوكي. أيقونة الشبكة نتورك، نستطيع عن طريق هاي الأيقونة ضبط إعدادات الشبكة السلكية واللاسلكية المرتبطة بالحاسوب. همتين نقدر نوصل للحواسيب المرتبطة بهاي الشبكة والملفات اللي تحتويها كافية. يعني نقدر نتواصل ويا الحواسيب الأخرى اللي مرتبطة بنفس الشبكة. رابعا أيقونة سلة المحذوفات اللي هي ريسايكل بين، نستطيع من خلال هذه الأيقونة الوصول للمكان اللي يتم به الاحتفاظ بالملفات والمجلدات المحذوفة من الحاسوب. بقى احنا لما نريد نحذف فد شيء ما ينحذف نهائيا، انما يروح بسلة المحذوفات. يعني اقدر اروح القاه مرة ثانية موجودة هناك. تمام. فنعيد، نستطيع الوصول عن طريق هاي الأيقونة للمكان اللي يتم به الاحتفاظ بالملفات والمجلدات المحذوفة بالحاسوب، طبعا بصورة وقتية يعني لوقت ما يبقى، ونقدر نستعيد هاي الملفات والمجلدات لمكانها ونحفظها مثل ما كانت. تمام. طبعا إذا احتاجها المستخدم، طبعا الأيقونة ما سلت المحذوفات مثل ما موجودة عندنا بالصورة هنا. نجي نقدر نستعيد الملفات والمجلدات للمكان اللي السابق بيها مرة أخرى باستخدام الإعاز اللي هو restore، إنه هي نرجعها للمكان اللي استعادة للمكان اللي كانت فيه، أو حذفها من الحاسوب بصورة نهائية إذا إحنا بعد ما نريدها أبد، نقول له MPT recycle bin اللي هو راح يفرغ لنا سلة المحذوفات. تمام. نجي على آخر واحدة اللي هي أيقونة لوحة التحكم الكنترول بانل، نستطيع عن طريق هاي الأيقونة رؤية الإعدادات الأساسية لنظام التشغيل ويندوز وتعديلها والتعامل بها. يعني أي شيء إعداد رئيسي موجود بنظام التشغيل ويندوز نقدر من خلال لوحة التحكم الكنترول بانل إحنا نتحكم به ونعدله. تمام. مثل التحكم بخصائص لوحة المفاتيح وجهاز الماوس وإضافة وحذف برامج وإلى آخره. أكو هاي شغلات نقدر نتحكم بها من خلال الكنترول بانل. لهنا ننتهي درسنا الثاني من مادة الحاسوب الصف الأول المتوسط. إن شاء الله بالدرس القادم نكمل أيقونات الاختصار.